إذن قبل ما نشوفكم هذا واحد الإنسان الروماني هنايا ما عرفناش واش فينيقي ولا روماني هذا اللباس هذا السي أحمد تبارك الله عليك أنا قيصر 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 الروماني شخصية غتقوم شي غتقوم شي 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 لوحة فهاد لوحة فنية إذن هذه مباشرة نقول لكم حفل افتتاح موقع الإكسوس الأثري بمدينة العرائس ومعكم الأستاذ المسرحي الفنان أحمد بلال بالمناسبة على المباشر وحصري سيقوم بتقديم لوحة قيصر الروماني سيحيي أمجاد الرومان بمدينة العرائس تبارك الله عليك سي أحمد تبارك الله عليك إذا غادي نقوموا بالأروقة نزور لكم بعض الأروقة اللي هنا معروفة أو بعض القاعات اللي موجودة في محافظة الكسوس محافظة الكسوس هو محافظة يعني كتعرف بالموقع الموقع الأثري كنلاحظوا هنا الكسوس والمشاهد القديمة صور قديمة لمدينة الكسوس وهناك مجموعة من البطاقات تعرف بالموقع وتاريخه ومراحل موسم المراحل التي عرفها هذا الموقع هناك الحباب كلهم تجمعوا هنايا كتلاحظوا قرشي كتلاحظوا تو حاضر يعني مجموعة من وكيتصوروا مع إله المحيط أوقيانوس قيصر الروماني اش كتقول أوقيانوس اش كتقول الأوقيانوس الله يرحم باباك شوف هذا نخلوه مفاجأة إذا غنخليكم مفاجأة سي أحمد بلال غنخليكم مفاجأة قيصر ماذا سيقول لأوقيانوس سيحيون أمجاد الماضي وأمجاد التاريخ لمدينة الكسوس الأثرية التي عاشت عدة حقب ومراحل تاريخية مهمة يعني تعتبر يعني مرض الحضارات يعني القديمة مدينة العرائش ملتقى الحضارات كما كيعرفوا هذا أوقيانوس هو هذا موجود في المسرح الروماني يعني الكسوس الأثرية أزيد من 1000 سنة من الأبحاث الأثرية التي تعرف بالموقع وبالشخصيات التي عرفها هذا هينريش بارت هذا هينريش بارت مستكشف وزغرافي وباحث ألماني مختص في علوم اللسانيات قام بعدة رحلات استكشافية عبر البحر المتوسط زار هذا الموقع كذلك هناك شارل جوزيف تيسو كذلك دبلوماسي وعالم آثار فرنسي زار الموقع عاش في فترة من 1828 إلى 1894 كذلك هنري دولا مارتيني إذن هناك مجموعة من الباحثين والمؤرخين والدبلوماسيين والشخصيات التي زارت هذا الموقع وكتبت عنه ألفت عدة بحوث ميشيل يونسك إذن من خلال هذا الرواق أو من خلال هذه القاعة يمكنهم التعرف على مجموعة من الأبحاث الأثرية التي أنجزها مجموعة من المؤرخين كتاب يعني والعالميين ومشاهير الذين زاروا هذا الموقع أو كتبوا عنه لكسوس 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 التاريخ لكسوس عمق الحضارات التي تعاقبت على مدينة لكسوس أو العرائش قديما لكسوس إذا نمشيو هذه القاعة هذه هي القاعة الأولى غادي نمشيو معكم القاعة الثانية القاعة الثانية في الموقع محسن النعيمي تبارك الله عليك خاي من طنجة يزيد الإعلامي المتميز غنمشيو معكم افتتاح موقع الكسوس الأثري هذا الموقع الذي يعني من أقدم المواقع الأثرية في إفريقيا سي محسن تبارك الله تبا معنا بارتاجيو أحمد دوكيلي تبارك الله عليك سي محمد احنا معكم غادي الان القاعه الثانيه نعرفكم احنا كنزوروا محافظه الكسوس وهي اللي كتعرف يعني بالموقع الاثري الكسوس انجزت يعني هاد المحافظه من اجل التعريف بالمجال يعني الاركيولوجي والثقافي لموقع الاثري الكسوس هذا القاعه الثانيه كتعرف ببعض الحضارات التي تعاقبت على موقع الاثري الكسوس ومن الحضارة الرومانية الحضارة الموريتانية الحضارة الإغريقية الحضارة سلام تبارك الله عليك وهو الأخ ديالنا تبارك الله عليك
الغذاء ديالنا الغذاء ديالنا يعني نعم يعني المحافظ يعني يعني كيشرف على نعم على موقع يعني الزيارات كيشرف على زيارات الموقع. يمكن تقولنا سي احنا في الزياره ديالنا لهاد افتتاح الموقع الاثري لكسوس يمكن تعرفنا على هاد القاعه اللي دخلنا لها يعني الملف عارف هاد القاعه يعني لاحظنا بانها يعني كتعرف بمختلف مراحل الحقب التاريخيه التي تعاقبت على موقع لكسوس. هاد القاعه اللي حنا فيها دابا قاعد اللقاح الاثري اللي كانت في المتحف ديال العريش كامله جابوها لنا فيها البيات ديال الموني فتره رومانيه وفيها هاد البيات ديال الموني فتره رومانيه يعني النقود ديال الفتره الرومانيه كاينه هذه النقود ديال المدينه يعني حتى المدينه ديك الساعه كانت طبعات النقود ديالها حتى هي هنا وكاين داك النقاد ديال حلقه القنديل اللي كان كيشعل ديك السماع ديالو وهذه فتره ديال موريتانيا لا فتره اسلامي حيت كتبين لها الفتره الرومانيه عصر كتبين الفتره نعم فتره اسلاميه. هناك بعض اللقاء الاثريه اللي لقاوها بالاضافه الى ذلك المرحله الموريتانيه كاين هذا السفنكس اللي الاصلي في المتحف ديال الرباط وهذا الكوبي ديالو نعم. اذا ربما حل الوفد يعني غادي نحاولوا ننتقلوا باش من بعد نرجعوا الاروقه. هذه قاعه اخرى قاعه الندوات قاعتنا اذا كتلاحظوها هو السيد العامل يعني يحل الى موقع الاثري لكسوس من اجل افتتاح الموقع الاثري وحنايا كنتواجدوا بالمحافظه ديال لكسوس ومن بعيد يظهر موقع يظهر واد لوكوس يعني هذا الواد لوكوس اللي هو تنين لوكوس يعني كيحتضن يعني كيعتبر فيه زارة أسطوراس كذا قاعة هي قاعة الندوات قاعة الندوات. إذا غادي نمشيو بسرعة نمشيو قاعة الندوات ها هي اللي عاشت لا وغنمشيو بسرعة غنمشيو بسرعة السيد العامل يعني الوفد المرافق له حل إلى الموقع من أجل تدشين وافتتاح الرسمي لموقع الأثري لكسوس. هاد لكسوس كتعرفوه موقع اثري قديم يعني من اقدم المواقع الاثريه في قلنا من اقدم المواقع الاثريه في افريقيا عرفت عقب عده حضارات الحضارة الفينيقية الحضارة الرومانية الحضارة الإسلامية الحضارة عفوا الحضارة الفينيقية الحضارة الإسلامية. إذا صنبلاراتشي فعلا لوحة بديعة من أهالي لكسوس تجسد يعني اللقاء الماضي بالحاضر يعني إبداع وثقافة مدينة العرائش عمق تاريخي وثقافي يعني تحتضن موقع لكسوس ككنوز اركيولوجيا يعني بلباس يعني لكسوس اليوم لابسه يعني مزيه زياده التاريخ يعني لابس لباس روماني لابس لباس روماني ولباس افريقي وحاضر هنا قيصر كاينه قيصر كاينه الالهه حتى هما حاضرين حتى الالهه ديال الرومان حتى هما جاوا اليوم باش يدشنوا هذا الموقع الاثري فعلا بغينا نحلموا بغينا نقولوا بان راه التاريخ كيتعاد من جديد يعني حضر حتى العالم العالم بيدو حاضر باسره يعني باجل تجسيد لوحات فنيه بديعه فيها عمق التاريخ وعمق الثقافه. سي عبد الرحمن هاي انا دابا ولا كيفاش مزيان وين سير روسو باي سي بنتو هاي عز ايفنت واس واس بوليس باسال هذو قبيلة زنغاي كيعملوا موسيقى قبيلة زنغاي من جبين زنغاي من مدن مختلفة من اسبانيا كيعملوا موسيقى القرون الوسطى بثقافات مختلفة كما كتشوف هنا كاين بزاف الآلات من ثقافات مختلفة. نعم واش هما رحال ولا كيفاش هما رحال هما رحال يعني نوماد قبائل كيعملوا رحلات
داخل اسبانيا وكذلك خارج اسبانيا. اذا القبائل الروحانيه من المدن المختلفه من اسبانيا في صوره يعني الرحال من اسبانيا العالم باسره جعل الاحتفال بافتتاح موقع الاثري السوسي. On est présent pour nous présenter des belles, oui, un bon spectacle. سيد الرئيس المدير العام لمجموعة مواقع. شكرا سي محسن. حاول ما تفعلوا معنا تعلقوا فعل هذا القبائل الرحل بمواطن مختلفة بإسبانيس للتراث يعني الموسيقى ديال الرحل. جاءوا من اجل حضور المشاركه في التسجيل الرسمي لموقع الاثري لكسوس. Opa! Opa! Opa!